هاي شو وين الشعب؟ وين البقوة؟ حيا الله البرسلونة مع الدكتور تسخني برغبار مع الدكتور أنا مين معي؟ مين ما عنده أغاني معي هلأ؟ مين منكم معي؟ الحمد لله على السلامة شو انبسطت؟ سلام عزيزي هيك عامل بس وصل لهم ساعتين أمراض النفسية ولا شو مين فكك الأورج هيك شوية؟ مين فك الأورج؟ شو طير؟ لا لا صبح ما دام مري عليك ركبوا بليز لا لا صبح ما دام مري عليك هو كمان طيب أنت وياه ركبوا بليز حطوا محله تعال دق أنا تروح أوب أوبا تبعها بتفلت شو هذا؟ أنتوا شو فكرتوا بشيء؟ آخرين بلشنا بأول بلشنا هيك شو هي؟ طلعنا كورداتا ضبط الكوردات معكم؟ شوي يعني أنا شرحنا شوي بس كوردات رفران بس انه محضرة انت كمان؟ اوكي اسمع هيدي معك هلا جيبوا قدام شوية جيبوا قدام لا لا معك يمين ثانك يو شو حبيبي؟ سؤال ما بدنا نصعب حياتنا يعني لا مش كتير بس انه تذكر وقت انا بتعرف انا والبروس شو قصتي يعني بس انا عم جرب الاهون خلص اوكي فهمتني منيح برافو يلا سمعني ليه بعد ضحكة طريق لبرا ما عم بمزح غني مثل ما هي رجع بضغط من برشلونة برشا كتير منيح منا عالي طبقة عليك يعني عم تغني أعلى نوت أعلى نوت لا بمول ما عندك بس هلأ بدي فيكم تروقوا شباب لو تريدوا المشكلة هي بينك وبين محمد عبد الله بدي لقي حل بالنص يعني أنت عم تغني هون محمد عم يغني هون فهمت يعني بدأ توطى طبقة ونص أو طبقة كاملة حتى تقدروا تغنوا سوا يعني تصير علي طبقة يعني بدل ما نكون عم نغني على الفا مينور رح تصيروا عم بتغنوا على الري مينور رح تصيروا عم تغنوا هيك ايه بس بديكم تتمرروا مع بعضكم مين في حدا منكم بيدق ما حدا منكم بيلعب
جيتار او بيانو. انا وسعد فيها. بدي حدا يساعدهم فيا على الري مينور بليز لبين ما كانت وصلت الماينس 1. طيب ممكن من هي يعني.